دخل الواقع الزراعي العراقي متاهات وتهاليز ضيقه نتيجه ظروف معقده مرت عليه جعلته في زاويه مظلمه، وتحول من بلد زراعي الى مستورد لجميع المنتجات الزراعيه، مما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي. لذلك لابد ان تقوم الحكومه بتوفير الامكانات التي تسهم بالنهوض بالزراعه واستعاده عافيتها وانتشالها من وضعها البائس. وتشهد الاسواق ومراكز البيع بالجمله للخضار والفواكه هيمنة واضحة للمستورد على حساب المنتوج المحلي الذي يقل سعره عن المستورد. ومع أن المحلي يمتاز على المستورد بجودته، إلا أن الإقبال عليه ضعيف إذا ما قورن بالمستورد. ويعاني الفلاح العراقي غلاء أسعار الأسمدة والمشتقات البترولية وشحة مياه السقي وتخاذل دور الحكومة في توفير الخدمات التي تؤهل المحصول الزراعي وتزيد من قيمته الإنتاجية. كما يعاني عدم اتباع الوزارة السياسات المناسبة لحماية المنتجات الزراعية وغياب التأثير الفاعل للجمعيات الزراعية، ما يدعو الفلاح العراقي للتساؤل: من أين أحصل على الدعم اللازم للاستمرار في زراعة الأرض؟ نرجو من الوزراء حيدر العبادي أن يقدم لنا بس الموية على مود شنو يصير المنتوج كله إن شاء الله عراقي. المنتوج العراقي ان اريد نفيد، احنا نفيد شعبنا وما اريد نفيد الاخرين. شنو يصير الطماطات جابوا المنتوج الايراني، يصير الطماطات جابوا المنتوج الاردني، يصير الطماطات البوتيتات جابوا المنتوج السوري. فاحنا ما اريد، اريد تدعمونا بالمي، ادعموا الفلاليح بالمي. مي ما اكل وادي ما عنده مي، لو اكو مي الله وكيله كله صار منتوج عراقي. احنا نريد منتوج عراقي، يعني على مود الفلاح مستفاد واحنا مستفادين والدوله مستفاده. اثر على القدره يعني الشرائي؟ طبعا اثر، طبعا كله غالي. انت القطعه الله وكيلك ياخذونها بألف دينار علينا تنعزل، القطعه بألف الايراني. بس لا يصير عراقي، لا والله يصير ب 500 جو ال 500. شنو القطعه؟ القطعه يعني يحسبونها بألف. هاي كرتونه ايرانيه، هاي الكرتونه شوف هاي الايرانيه، هاي الله وكيلك بألف دينار، هاي الكرتونه بألف. فاحنا نريد يدعمون الفلاح بس بالمي، مي طول مي الفلاح وخير من الله. الارض عندنا وايد، يعني ابسط مثال التاجر من يجي القمرق ياخذون منه 3 ملايين على الشاحنه الوحده، يعني 3 ملايين وين يقسمها؟ يقسمها ياخذها منين؟ ياخذها من عندي، يعني انا كبقال منين اخذها؟ اخذها منين؟ اخذها من المواطن، من المواطن. اذا المواطن كل شيء ما عنده، يعني اكو عوائل ما عندها، يعني لا عندها واحد موظف، لا عندها مثلا بطاله موجوده. وتعاني الأسواق العراقية غرقها بالمنتوجات المستوردة، وبالتالي لابد من وضع حد لها لوفرة الإنتاج المحلي مثل الخس والملفوف والباذنجان والقرنبيط والبطاطا والطماطم وما يتم حصده من الأراضي العراقية يكفي للاستغناء عن المستورد. ماكو يعني فلاح ما عنده إنتاجية، لأن ما عنده ما يزرع بها، مي ماكو، يعني إذا أكو مي ما يزرع الفلاح. شيء ثاني هتباع المخضر كله استيراد، يعني قليل عندنا انتاج محلي. يعني الطماطه تقريبا بوتيته، لان ما تحتاج مي، لو تحتاج مي ما يشتغل. شيء ثاني برتقال كربله، مو انتاج برتقال، وين المزارع مال كربله؟ بساتين كربله ليش؟ لان بساتين كلها انتهت. الاستيراد اكيد، انت اليوم ترى احنا ما عندنا زراعه، احنا لو عندنا زراعه وفعلا انه هذا بلد العراق اللي هو بالزراعه، هو بالنخيل، هو كل هاي الاشياء. اليوم انت تجي هاي كلها انمحت وراحت. اليوم احنا ما حد يدعم الزراعه، لو يدعمون الزراعه انا احكيك اياها بامانه، لو يدعمون الزراعه ما تلقى هاي الاسعار هسه اللي موجوده بالسوق. ولو اكو دعم للزراعه كان ما تلقى كر الطماطه ب 2000 وب 3000 او يوصل ل 2000 حتى. وين هذا؟ حتى انه اكو هواي، احنا ترى احنا بلد به هواي خيرات، وبامكان بامكان بامكان الدوله تدعم المزارع، اصحاب اللي موجودين ذول ضروري انه تدعمهم، حتى توفر اكثر. ليش احنا نروح نستورد من تركيا ومن ايران ونستورد من السعوديه؟ ليش بلدنا هو بلد زراعي؟ ليش؟ هذه دعوة للحكومة العراقية للاهتمام بهذا القطاع بشكل مخطط ومدروس للنهوض به، وبالتالي توفير الأمان الغذائي المنشود للشعب، إضافة إلى توفير فرص عمل تسهم في القضاء على أزمة البطالة المتفشية وخصوصا في المناطق الريفية، وتذكيرها بأن الزراعة رافد قوي من روافد الاقتصاد الذي يجعل العراق مصدرا للمحاصيل الزراعية، وتحويله من بلد مستورد للمحاصيل الزراعية إلى منتج لها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بسنوات قليلة.